مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج تشانل. بتمنى تكونوا كلكم بألف خير وصحة. وصفة اليوم وصفة حلو كتير طيب، هو حلاوة الرز. هالوصفة كتير مشهورة عنا بلبنان وبالأخص بشمال لبنان، هالمنطقة الحلوة كتير والمشهورة كتير بالحلويات العربية الطيبة، وبالأخص حلاوة الرز المميزة جدا عندهم. اليوم رح حضر حلاوة الرز بطريقة مميزة مبسطة كتير، والنتيجة مثل ما عم ببين قدامكم شكلا مميزة وطعما رائعة جدا جدا. تتزين بالفستق الحلبي، تتقدم باردة فاترة سخنة مثل ما انتو بتحبوا، بكل حالاتها طيب كتير كتير. فينا نقدمها مثل ما هي او مع القطر، او منحط عليها البوزة، او منحط عليها غزل البنات اللي هلأ حطتهم على الكاسة، نحن مسميهم غزل البنات، ما بعرف شو اسمها عندكم كمان. بتمنى عليكم تجربوا هالوصفة الطيبة كتير الرائعة جدا جدا المشهورة كتير عنا بلبنان. بس ما نقول حلاوة الرز يعني شي كتير فخم، شي كتير طيب. إذا حضرتوها وبقي عندكم بتقعد بالبراد 3-4 أيام، ما بيصير أي شي، ما بيتغير طعمها، بترجع كأنه معمولة طازة لما تقدموها. وأنا أكيد بقي لتاني يوم ورح فرجيكم كيف بقيت كأنها هلأ عملتها طازة. بالنسبة للمكونات، بس ما نقول حلاوة الرز يعني بدنا رز. رح استعمل الرز الناعم يلي هو بتصور موجود بكل السوبر ماركت، وإنه نستعمل الرز الناعم بهالوصفة أسهل وأوفر بالوقت. وإذا مش موجود عندكم بتكون تضطروا تستعملوا حبة الرز الصغيرة، يعني كوب رز بننقعه قبل بنهار، ونقوم تاني يوم بدنا نسلقهم لدرجة يصيروا مثل المرهم على نار كتير هادية، ونرجع نطحنهم لنقدر نستعملهم بهالوصفة. في كتير أشخاص بحبوا يحضروها بالرز العادي مش الرز الناعم، أكيد بتطلع كمان كتير كتير طيبة، بس أنا بالنسبة إلي بفضل الرز الناعم. مكوناتها كتير بسيطة، عم بتشوفوها قدامكم، هي عبارة عن سكر، نشا، مستكة، مزهر، موارد، كمان بحاجة لكمية من المي. وأساس هالوصفة هي الجبنة، رح استعمل جبنة الموتزاريلا يلي كلنا بنستعملها بوصفاتنا، أو فيكن تستعملوا جبنة العكاوي. بننقعها بالمي حتى ينشال منها كل الملح، بنرجع بنبرشها وبنستعملها. يعني أنا عطيتكن المكونات الأسهل بهالوصفة هيدي حتى ما تشتغلوا كتير فيها، ورح تطلع معكن بأطيب طعمة. قبل ما أوضع المكونات على النار بدنا ندوبن برات النار. رح أوضع كوب الرز الناعم مع 3 ارباع كوب من السكر، ربع كوب من النشا أو كورن ستارتش، بدي أوضع عليهم لتر من المي. لكل أصدقائي الموجودين بالدول العربية بحب أعرف منكم إذا هالوصفة موجودة عندكم بتحضروها، خبروني. مثل كل الوصفات اللي فيها نشا لازم ندوب المكونات قبل ما نحطهم على النار كتير منيح، لأنهم بالمقلي تأكدوا دايماً إنه كل المطارح دايبت فيها النشا، ما في عنا عالجوانب أي تكتلات. ضروري ضروري ندوبهم قبل ما نوضعهم على النار. بس ما نحسهم دايبوا بوضعهم على نار قوية، وبضلني حرك ما بتركهم أبداً، كل الوقت بدنا نحرك لحتى يبلشوا يغلوا. بس ما حس إنه المزيج بلش بده يغلي، منحس كمان هيك عم بيجمد على بعضه، منخفف النار على الآخر. بدنا نشتغل على نار كتير كتير هادية. مثل ما شايفين النشا بلش يشتغل ويعطي مفعوله، عم بيجمده. رح شيل الويسك واشتغل بالسباتولا، نار كتير هادية. مثل ما شايفين بنص المقلي جمده، بعد فيه الاطراف من برا، منصير منفوتهم حتى ينخلطوا كتير منيح كلهم سوا مع بعضهم ويصيروا مزيج واحد. ما بتاخد وقت كتير، منلاقي فجأة الرز عم بيشرب كل السوائل وعم بتصير عجينة واحدة. بنفس الوقت هون الرز عم بينطبخ، يعني رح يبطل نستطعم بطعمة رز، أكيد رح نستطعم بطعمة كتير مميزة رح تنبهروا فيها إذا بتجربوها. منتابع الخلط، وبهالمرحلة رح أوضع ملعقة صغيرة من المستكة طحنتها بالمكنة مع شوي صغيرة من السكر، تعطيها نكهة رائعة جدا جدا للوصفة. وهيدا مكون ضروري، يعني ما فينا لكم نستغنوا عنه، لا هالنكهة هيدي مميزة جدا بالوصفة. بخلطهم كتير منيح حتى المستكة تتوزع على كل المزيج. مش أول ما يجمدوا منطفي النار ومنوقف الخلط، هيدي الوصفة هيك لازم نجمدها أكتر وأكتر،
ونضلنا عم نخلط، بدنا الرز يستوي، بدنا المزيج يصير جامد كتير كتير منيح، يصير كأنه عجينة. رح نعمل تجربة فرجيكم انه مش لازم ابدا يتحرك من محله لما نعمل هالزحيدة. بهالمرحلة رح اوضع او 3 ملاقع مزهر او ملقعتين كبار مزهر وملقعة موارد، هيدا شي خياركم، بس المزهر اهم من الموارد، يعني مش كله موارد، لا لازم نكهة المزهر تكون موجودة بهالوصفة. وضعت ملقعتين كبار مزهر وملقعة كبيرة موارد وبتابع الخلط، يعني هالوصفة كلها خلط بخلط، ما في أهون من هيك، ما في شي نعمله غير إنه نخلط ونوصل للمرحلة الصحيحة ليطلع معنا المزيج والوصفة رائعة وتضل معنا طرية ما تقسى معنا بالأكل. لاحظوا كيف عم بتصير، عم تنعم، حتى بتشوفوا شكلها عم بينعم أكتر وأكتر وعم تجمد أكتر وأكتر. رح خفف النار، خليها مثل شمعة صغيرة، ورح أوضع 400 جرام من جبنة الموتزاريلا. بدي هلأ مرحلة الخلط وخلي الجبنة تدوب نهائياً، ما بدي شوف أثار للجبنة أبداً أبداً، يعني كأنه ما فيها جبنة. بدنا نخلط وناخد وقتنا ونكون صبورين، ما تقووا النار، ما تقولوا بدنا نخلص بسرعة بتنزعوا الوصفة. خليكن على نار شعلة شمعة، يعني إذا عندكن مثل عندي غاز على الكهرباء بضل سخن، يعني تفوه لأنه بضل فترة هو سخن، بس إذا على الغاز خفف وخلوا كأنكن مضويين شمعة. بتصير الجبنة تدوب على مهل وأنتوا عم تخلطوا بتحسوها شوي شوي عم تختفي. أنا عم بشتغل بدي أقدم شكر كتير كبير من كل قلبي، بدي اتشكر كل شخص عم يشترك جديد بتشانل، كل شخص بعده موجود بتشانل، كل شخص عم بحط اللايك، كل شخص عم يكتب كومنت حلوة مثله. كمان بدي اشكر كل شخص عم بيتفرج بعده ما كبس لا زر الاشتراك ولا زر لايك ولا شيء. بتمنى عليكم اذا عم بتحبوا الوصفات واذا عم بتنفذوهم وعم بينجحوا معكم تشجعوني وتكبسوا زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس، وهيك بصير كل ما نزل وصفه بيوصلكم نوتيفيكيشن حتى تشوفوا هالوصفه يلي نزلتها. بشكركم من كل قلبي على دعمكم، بدي اتمنى كل التوفيق لكل شخص فيكم. بعد الجبنه ما دابت، طالما عم نشوفها عم تقطش معناتها ما دابت على الاخر. كمان من شكلها فينا نعرف انه الجبنه ما دابت اكيد، طالما عم نشوف هيك نقط صغيره من الجبنه منتابع الخلط. لاحظتوا هون مثلا في بعد عم بحس فيه جبنه، رح تابع الخلط وما بنتركها ابدا حتى ما تحترق. الجبنه بلشت تدوب والموتزاريلا كلنا بنعرف قد ايه بتمغط، فرائعه جدا جدا رح تطلع. عم بحس صارت ناعمه وكتير منيحه، بجرب بسحبها هيك طلوع، عم شوف بعد في هيك حبيبات صغار من الجبنه لازم يدوبوا بعد. كمان برجع بكفي لحتى تدوب كل شايفينهم هالحبيبات، لازم ندوبهم ما نشوفهم ابدا بوصفتنا. جبنه عم بتدوب، عجينه سمكت اكثر واكثر وجمدت اكثر واكثر مثل ما عم بتشوفوا. لاحظوا منصير بنجربها هيك بنعليها، الجبنة دابت على الآخر وشوفوا كيف عم بتمغط. اسم الله علي، عن جد وصفة مبينة إنها ناجحة 100%، منظر رائع، ما هيك؟ خبروني عجبكن هالمنظر. رح شيلها عن النار ونشوف كيف رح نسكبها. في كتير ناس بحبوها سخنة بنقدمها مباشرة، فينا نسكبها بالكاسات أو بالصحون. شو رأيكم، وصفة سهلة ولا صعبة تعتبر؟ يعني كلها إنه نحط المكونات ونخلط، هو السر كيف نخلطها وكيف النار تكون هادية أو قوية بتفرق كتير بالوصفة، يعني بتخلينا إذا النار قوية ما بتخلي الرز يستوي، ما بتطلع بهالشكل هيدي الناعمة كتير العجينة فيها. يعني أنا بنظري هالوصفة تعتبر سهلة، بنفس الوقت فيها صعوبة إنه نطول بالنا، وتطويلة البال بهالأيام يعني قليل ما عم بتصير، كلنا مستعجلين وبدنا نخلص،
بس يعني اللي بده ياكل شيء طيب ويطلع الوصفة طيبة بده يطول باله. هيدي أول ميزة لازم تكون موجودة لتطلع وصفتنا ناجحة، طولة البال. فبطولة البال بنحصل على هالنتيجة اللي عم بتشوفوها قدامكم الرائعة جدا جدا. يعني ما عم بستعمل السكينة لحتى قصة، تركتها على ريحتها، والجبنة ما عم تقطش أبدا. بالآخر قلت لا خلص قصيتها بالسكينة وكفيت السكب. سكبت 4 كاسات ورح حط الباقي بصحن تقديم. بنمدها بالصحن مبينة قدي طيبة، ما هيك ولا لا؟ ريحة المزهر، ريحة الموارد والمستكة طالعة منها بتشهي. وهيدا شكل حلاوة الرز قبل ما نوضع الفستق الحلبي. أصولاي تتزين بالفستق الحلبي، بس إذا مش متوفر عندكم يعني أكيد فينا من دون فستق حلبي. فينا ننطر لتصير بحرارة الغرفة، وفينا ناكلها مسقعة، يعني هيدا الشيء على الذوق. النتيجة النهائية ظهرت لأطيب حلاوة رز. رح تاخدوا نتيجة ولا أروع إذا بتتبعوا نفس المقادير، ما تغيروا بشيء أبداً. حاولوا ما تشيلوا أي إنجريدينت منه، نفس المقادير تتبعوها. بدي جرب لكم هي وفاترة بعدها سخنة، هون مش سخنة كتير، هون صارت فاترة. شوفوا هالمنظر، في أجمل من هيك منظر؟ قلولي. رائع عن جد، هيدا دليل نجاحة للحلاوة الرز. هي وفاترة كتير طيبة، نكهة ولا أروع من هيك. مش عم تخلص الجبنة. يعني جبنة الموتزاريلا هيدا الحلو فيها. فينا نقدمها مع البوزة العربية. الوصفة حضرناها من كم يوم، رح أضع اللينك بالديسكريبشن بوكس إذا حابين تقدموها مع البوزة العربية. وصفة رائعة كمان. كان عندي غزل البنات حطيت حواليها مع البوزة، رائعة جدا جدا. يعني هي إشياء زوايد فينا من دونهم ما في مشكلة، بس إذا موجودين عنا بالبيت بنحطهم مع حلوة الرز بيطلعوا كتير طيبين. وإذا بتحبوا مثل الفستق الحلبي بترجعوا بتزينوا وجه بالفستق الحلبي وبتاكلوا أطيب أكلة عن جد رائعة. ما فيكن توقفوا لآخر لقمة، لازم تخلصوا قدامكن الكاسة وبتضلها لآخر لقمة هالجبنة دايبة دوب. وهلأ صرنا تاني يوم، بدي فرجيكن حلاوة الرز. شلتها مباشرة من البراد، ما نطرت عليها لتصير بحرارة الغرفة لأنه ما بيسوى شيلها من البراد وخليها برا أرجع فوتها على البراد. أكيد منقص قد ما بدنا، نرجع مباشرة منحطها بالبراد لأنه الدنيا شوب. بس بدي فرجيكم يعني صراحة ما نطرت ولا دقيقة عليها، دغري عم بقص. شوفوا قد ايه طرية، عم تنقص معي بكل سهولة، مش بحاجة أبدا لسكينة. وصفة من أروع الوصفات، من أروع الحلويات وأفخمها. أنا بحب كتير الفستق الحلبي، عم زيد شوية فستق حلبي. وياريت ياريت فيني ضيفكن ودوقكن من هالشي هيدا. شوفوا شو طرية، أنا بس بدي أكد لكم قدي طرية. ما حطيتها مايكروويف ولا نطرت عليها لتروح سقوعة البراد، بعدها مثل البوزة. يعني شوفوا كيف طرية. أكيد الجبنة هلأ لأنها مش سخنة ما عم بتمغط، بس إذا حطيتوها مايكروويف بترجع الجبنة بتمغط. بس عم فرجيكم إياها هي ومسقعة، يعني عم بتمغط شوي حتى هي ومسقعة. هيدا الشيء من جودة الصنف الجبنة يلي جبناها، لأنه كمان لازم تنقوا صنف الموتزاريلا يكون كتير منيح ليطلع بهالشكل هيدا. مش بحاجة لسكينة، عم تنقص بكل سهولة. إذا بتتبعوا نفس المقادير رح تاخدوا هالنتيجة الرائعة جداً. إذا بتقدموها لضيوفكم رح ينبهروا بهالنتيجة هيدي. وصفتي لليوم خلصت، بتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. بشكر كل شخص وصل معي لآخر الفيديو. بعرف حكينا كتير اليوم، يمكن إشياء كررتها عدة مرات، بس لحتى أكد لكم إنه هالوصفة كيف لازم تعملوها لحتى تنجح معكم تطلع بهالشكل. بشكركم على المشاهدة وبشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.